أهلا بك في نادي الموت السعيد، نوفر لك موتا سريعا وسعيدا. فقط لا تنسى أن تحضر معك بطاقتك الائتمانية، وإن كنت من هواة الموت وترغب في مساعدة الآخرين تعال إلينا لتشاهد من يموتون، وسنخصص 50% من قيمة تذكرة الدخول لأسرة الميت. تعال إلينا، فقد أصبح الموت الآن متعة وعمل خير. كان هذا ما قرأته في الصحيفة الإخبارية اليومية الإلكترونية، ومررت عليه مرور الكرام بعيني، فكل الإعلانات في هذا الموضوع متشابهة. فهذه الإعلانات اللعينة أصبحت تغزو الصحف لتلتهم مساحة الأخبار كلها، وكأنك تقرأ صحيفة إعلانية وليست إخبارية. فبعد تطوير قانون الموت السعيد في عام 2069، أصبح من حق كل من يملك المال أن يفتتح ناديا للموت السعيد، فهي تجارة رائجة الآن ومكاسبها لا تحصى. فلا يقتصر الأمر على تكاليف طريقة الموت المختارة والتي تسددها قبل التنفيذ، ولكن هناك تكاليف الجنازة وقيمة تذكرة المشاهدة، بل وطريقة الدفن. فهناك من يسدد ثمن الدفن في المدافن العادية، ومن يسدد ثمن الدفن في المدافن الراقية، وكل شيء يتم عبر النادي، كل التفاصيل، حتى توارى الجثة التراب أو تحرق أو تجمد أو تطلق في الفضاء، كل شيء بثمنه، المهم أن تملك المال. كما أنهم يؤدون خدمات ما بعد الموت، إذا ما تم وضع وديعة نقدية في أحد البنوك باسم النادي فسيتم العناية بالقبر وتجديده كل فترة معينة ينص عليها العقد، بل وإضافته أحدث ما يتم الوصول إليه من تكنولوجيا القبور، كل شيء بثمنه حتى الموت. كنت قد قرأت في نفس الصحيفة الإخبارية عن مزاد لقبر إلكتروني جديد تم تصميمه، بحيث يظل الجسد الميت أو الجثة في قبر معدني ضخم على هيئة تابوت من مادة التيتانيوم التي لا تصدأ، مفرغ من الهواء، وتم تزويده بتكنولوجيا جديدة للمحافظة على الجثة لتظل عشرات السنين دون أن تتحلل، أي ما يشبه التحنيط، ولكنه هذه المرة تحنيط إلكتروني. وقد صارع الآلاف للدخول في المزاد، وبيع القبر بمبلغ يحتوي على 6 أصفار. يا للجنون، كل شيء أصبح تجارة، حتى الموت والرعب، كل شيء يمكن أن تروج له حتى الموت. المهم أن تكون الدعاية مكثفة، وأن يحتوي فريق الدعاية والإعلان لديك على خبراء سوق نفسيين للعب على الأوتار الصحيحة للمستهلكين. كل شيء يمكن أن يروج لو وضعته في غلاف براق وأقمت حوله الدعاية الكافية. أصابني الملل ذات يوم، وقررت أن أجرب الاتصال بالأرقام التي تظهر على الشاشة والتي تروج لنوع جديد من السلع، إنه الرعب. بإمكانك مقابل عدة وحدات نقدية أن تتحدث مع المشرفين على الموت وتشاركهم خوفهم، أو تستمع في الهاتف إلى صوت من يحتضرون، والخيارات متعددة: طفل يختنق، امرأة تحترق، رجل تلتهمه الحيوانات المفترسة، كل ذلك متوفر، بل لا، وبإمكانك أن تقوم بإرسالها إلى أصدقائك، وقد تربح في سحب الرعب والموت الذي يقام كل شهر. كنت قد انتهيت من عملي، وقررت أن أتخذ المواصلة العامة في طريقي إلى المنزل، كي أتفقد شوارع وسط المدينة، والتي تتبدل وتتغير كل يوم بأسرع مما تتابع. فالركود الاقتصادي كان سبب حالة من الفوران في كل مكان، فمئات المحلات تفتح وتغلق، تخفيضات كبيرة لجذب الزائرين، ولكن حتى بعد التخفيض الشراء حلم بعيد. كانت متعتي أن أشاهد هذه المحلات بلوحاتها البراقة وعروضها الغريبة، كل شيء متاح وكثير. أمر على محلات الجهة اليمنى فأرى المطاعم الإلكترونية التي توفر لك نوعية الطعام التي ترغبها، فلو أنك وضعت في خيارات الوجبة زرنيخا وسم سيانيد وربط حذاء قديم وزيت محرك صاروخ فضائي، لتسلمت وجبتك خلال 30 ثانية ومعها كوب كولا مجاني. النوادي الليلية منتشرة في كل مكان، ولكن فترة ما بعد الظهيرة هذه تبدو من الخارج شاحبة باهدة، فالليل يضفي على كل شيء رونقا مختلفا. وأثناء تجوالي بنظري سقطت عيني على ناد من نوادي الموت السعيد،
والتي تم تجهيز ديكوراته الخارجية بشكل جذاب يداعب فضولك ويشدك للدخول. فهناك صورة هولوغرافية مجسمة لفتاة شاحبة مبتسمة تقول طول الوقت: نقدم لك الموت كأروع ما يكون. وعلى الجانب الآخر صورة لهيكل عظمي تبتسم جمجمته وهي تمسك في إحدى يديها باقة ورد، وباليد الأخرى تسحب روح جسد ممدد أمامها بهدوء، وعلى وجه الجسد ترتسم ابتسامة توحي بالاستمتاع والنشوة. أشحت بعيني عن النادي وعدت أطالع لوحة إعلانية معلقة أمام إحدى إشارات المرور، كانت تعلن عن مسابقة أطلق عليها الناجي الأخير. كان اسما سخيفا لأنه لا يوجد ناج في النهاية، ولكن الجائزة ضخمة 10 ملايين وحدة نقدية، والشروط غاية في البساطة: أن تتقدم إلى المنظم في العنوان المذكور، وإذا كنت لائقا وسعيد الحظ فسيتم اختيارك مع آخرين لتخوض التصفيات التي يجريها المنظمون إلى أن يصل 4 عن طريق اتصال المشاهدين إلى التصفية النهائية ويبدأ المرح. فالمشاهدون يصوتون لكل متسابق يخوض ألعاب الموت، وكل متسابق يموت قبل أن يصل إلى النهاية تحصل أسرته على 50,000 وحدة نقدية، وهذا مبلغ ضخم بالنسبة للعديدين. ومشكلة هذه المسابقة بالنسبة للمتسابق الأخير أو الناجي الأخير هي أن المشاهدين هم من يختارون طريقة موته بالتصويت عبر رسائل التليفونات الثابتة والمحمولة، ولك أن تتأكد من أن حماسة كل متسابق تقل باقترابه من التصفيات. ولاحظت أن كل من يتقدم معظمهم من النساء الذين يريدون أن يؤمنوا لأسرهم الفقيرة حياة رغدة بالتضحية بأنفسهم، أو يسعون لموت سريع يخلصهم من المعاناة وعلى الهواء مباشرة. وقد رأيت الموسم الأخير من المسابقة في العام السابق، وكانت الناجية الأخيرة امرأة في 30 فائقة الجمال، وإن رسم الفقر خطوطه العريضة وكآبته على وجهها الشاب الفتي رغم كم المساحيق التي تغطي وجهها. كانت امرأة جميلة ترى صورتها على أغلفة مجلات الأمومة والطفولة الألكترونية. لقد اكتسبت قلوب المشاهدين الدموية المتعطشة للدم وكافأوها بميتة رائعة، فقد تم شقها بالمنشار الكهربائي إلى نصفين، ميتة سريعة أفضل من أن تتدلى في مسبح الحمض الذي يأكلها من قدمها وهي تموت من الألم، أو أن تحترق جزءا جزءا كما حدث لمتسابق مكروه صوت المشاهدون لإحراقه على عدة مراحل، رغم أن تسعيرة التصويت في هذا الخيار مضاعفة. كنت أفكر في موضوع المسابقة والحافلة تقترب من المنزل في سرعة، فنفضت الأفكار عن رأسي والتقطت حقيبتي وغادرت. وفي البيت رأيت زوجتي تجلس أمام التلفاز المجسم مندمجة في مشاهدة مباراة مدفوعة الأجر عن طريق إحدى القنوات المتخصصة، وقد أخذت تسب وتلعن منظمي هذه المباريات الغشاشين، فقد مات بطلها الذي راهنت عليه في الجولة الثانية غدرا، ورغم ذلك لم ينقل الرهان على متسابق آخر كما كان يحدث من قبل. اندفعت نحوي بعد أن رأتني وقالت: أرأيت يا حبيبي ماذا فعل هؤلاء الحثالة الغشاشون؟ أيعتقدون أن الأموال تسقط على رؤوسنا من السماء أم نجدها ملقاة في الشارع؟ مطت شفتي معلنا استيائي، فقالت: ولكن سوء الحظ لم يكن كاملا اليوم، فصغير ستارك قد ربح في مسابقة اقتلوا هذا الحيوان وحصل على 3 تذاكر لنا في رحلة إلى القمر. ابتسمت وقلت: يبدو أن الحظ قد ابتسم أخيرا. فقالت زوجتي وهي تبتسم: نعم يا زوجي العزيز، لم يعد العالم قاسيا كما كان. تمت بحمد الله.